الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. إيه النهارده ان شاء الله هقدم ليكم نوع من انواع المقبلات، وهي سلطه البابا غنوج او متبل بتنجان، روعه، اتمنى تجربوها. هو دلوقتي مكونات البابا غنوج او متبل بتنجان عباره عن ايه؟ دول حبيتين بتنجان حجم وسط زي ما حضراتكم شايفين. معانا هنا 3 معالق طحينه من معلقه الطعام دي، انا حطاها كمعيار، 3 معالق طحينه خام، نص ليمونه، 3 فصوص او 4 فصوص ثوم على حسب ما هنستعمل ده علشان سلطة الطحينة. معانا هنا كتوابل ملح، كمون، وكزبرة ناشفة، وهناخد كمان شوية خل صغيرين علشان الطحينة، وهناخد رشة زيت زيتون. دلوقتي هنقول بسم الله ونبدأ نشوي البتنجان على عين البوتاجاز. البوتاجاز هنولع النار بسيط جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، ونبدأ نشوي البتنجان. معانا انا حاطه على كل عين بوتاجاز 1 بتنجان، وكل شويه نقعد نقلبهم على كل الاتجاهات. طبعا احنا غاسلين بتنجان ومنشفينه كويس جدا بمناديل المطبخ، يعني ما عليهوش ميه. نبدأ نشوي نقلبه كل شويه على كل ناحيه، وبعد كده هقول لحضراتكم هنعمل ايه. انا بتشوي على البوتاجاز. هنبدأ نحضر دلوقتي سلطه الطحينه، ونسيبها على جنب في الثلاجه. هنبدأ دلوقتي بسلطة الطحينة. نحط الطحينة الخام. انا بحب ان انا اعمل سلطة الطحينة جاهزة زي ما بعملها لأي زي الطحينة بتاعت السمك بالظبط، ان انا اجهزها وما اضيفش طحينة خام على البابا غنوج، لا بحب اجهزها كلها وبعد كده اضيفها على البتنجان. نعصر ليمون. نبدأ نضيف التوم. انا عملت فصين توم بس، لو عايزين تزودوا توم زودوا، دي حاجة ترجع لكم، بس ما بحبش فيها التوم كتير. نقلب. نبدأ نحط دلوقتي الخل، نحط شوية خل حوالي معلقة كبيرة. ونحط البهارات بتاعتنا، رشة ملح، خدوا بالكم دي هتبقى للطبق كله، رشة كزبرة ناشفة، كمون، وهنقلب وهنبدأ نزود دي مية دافية، هنزود شوية بشوية. هي كده جاهزه تمام قوي. دلوقتي اسيبها على جنب واقعد اقلب في البتنجان لغايه لما يتشوى كويس. ودلوقتي بعد ما البتنجان بتاعنا اتشوى زي ما حضراتكم شايفين، هنحطه جوه حله ونقفل عليه كويس لغايه لما يطلع البخار بتاعه ويبرد شويه، بحيث ان الجلد يفصل عن اللحم بتاع البتنجان نفسه. احنا ممكن نحطه جوه كيس حراري، بس انا هعمل المتاح عند الكل ان انا احطه جوه حله واقفل عليه واستنى لغايه لما يبرد. البتنجان بتاعنا طلع البخار بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده في الحله كده، واحنا نبدا ان احنا نقشره. هيتقشر معانا بمنتهى السهوله، هوريكوا ازاي نقشره وبعد كده هكمل الباقي مع نفسي. دلوقتي بعد ما قشرنا البتنجان زي ما حضراتكم شايفين، هنيجي كده من فوق ونقطعه بالشوكه والتانيه. نبدأ ان احنا نهرسه كده بالشوكه. نضيف الطحينة اللي احنا عاملينها، نشوف جزء منها كده، مش شرط ان احنا نضيفها كلها، ونشوف هيبقى عامل ازاي معانا، هنحتاج تاني ولا لأ. لأ بتهيألي كده كفاية، خلاص احنا مش محتاجين. ودلوقتي هنقدمها في طبق التقديم بتاعها ونحط عليها شوية زيت زيتون. بابا غنوج بتاعتنا او متبل البتنجان، بعد ما حطينا عليها زيت زيتون وزيناها بالبقدونس، طعمها جميل جدا وروعة مع المشويات. اتمنى ان انتوا تجربوها. انا هقدمها ان شاء الله مع كبدة مشوية، هنزلها في فيديو تاني. اتمنى ان انتوا تجربوها، واذا عجبتكم الوصفة ياريت ان انتوا تشتركوا على القناة بتاعتي، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. وبألف هنا وشكرا.